السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا ست الكل هنعمل مع بعض الرقاق الصعيدة والفطير الأبيض الطري بالحليب كده في السجعة دي. هتعمل كوجبة للفطار أو وجبة للعشاء ويتسجى بالحليب. دي أكلة من الأكلات الصعيدية الجميلة. إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الرقاق، وأنا عاملاه معاكم قبل كده كذا مرة في القناة، بس هنعمله مع بعض كده من البداية. أول حاجة زيت الكل، جبت كمية المية اللي أنا هعملها فطير زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المية على حسب الكمية اللي أنت هتعمليها، وحطيت فيها كده حوالي أكتر من معلقة من الملح، ونزلت بالدقيق بتاعي، وهعجن الرقاق بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. ولو احتاج مني دقيق تاني انا هضيف له. طبعا لسه العجينة معايا محتاجة مني دقيق، زي ما قلت لكم الدقيق على حسب الكمية اللي انت هتخبزيه او الكمية اللي انت هتعمليها رقاق زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة ست الكل انك انت تعجني العجينة بتاعتك كويس، ولا هي تكون طريه معاك ولا هي تكون ناشفه معاك، تكون وسط وتكون معجونه كويس وملكها كده كويس، وتاخدي تدي فيه حوالي كده تلت ساعه، وانت تاخدي تدي فيها لحد ما تبقى العجينه معاكي ملسه وحلوه زي ما حضراتكم شايفين. انا بعجن في العجينه بتاعتي لحد ما اخلي العجينه معايا ملسه وحلوه هي زي ما حضراتكم شايفين. فضلت اعجن فيها لحد ما شربت هالدقيق، وفضلت اعجن فيها لحد ما بقت معاي قوامها كده حلو ولها عرق بردك معاي. نوع الدقيق يا ست الكل اللي انا بعمل بيه اللي انا بعجن فيه دقيق القمح العادي، دقيق البلد العادي اللي احنا بنطحنه في الفرن زي ما حضراتكم شايفين. قوام العجينه بس لسه ناشفه معاي، وضفت له كده شويه ميه، وهفضل اعجن في العجينه كده اشربها الميه بتاعتها لحد ما العجينه بتاعتي تلزق كده في ايدي، عشان ما تبقاش ناشفه قوي عشان الفطير يتفرد معايا بكل سهوله، وفي نفس الوقت ما تبقاش طريه قوي عشان الفطير ما يمسكش كده معايا ويتقطع. زي ما حضراتكم شايفين العجينه معايا بتلزق اهي، هلم العجينة بتاعتي كده كويس، وهبل ايدي بلة زيت، وادهن العجينة بتاعتي كده من فوق عشان ما تشققش معاي، واسيبها كده ترتاح ربع ساعة عشر دقايق. وبعد ما ترتاح العجينة نبتدي ان هغطيها، وبنبتدي بعد كده بعد ما ترتاح نبتدي نفرد الفطير بتاعنا. ادي العجينه ست الكل معانا ارتاحت اهي زي ما حضراتكم شايفين، وانا طبعا دايما بفرد على ظهر الصينيه زي ما حضراتكم شايفين، بغسلها كده كويس وبفرد عليه بتريحني كده في الفرد بتاع الفطير او بتاع اي فطير بحب افردها كده على ظهر الصينيه. اقطع قطعه عجينه صغيره زي ما حضراتكم شايفين هفردها، واحط كده شويه دقيق، وافضل افرد في العجينه بتاعتي بالنشابه. طبعا النشابه الصعيدي اللي هي الكبيره دي زي ما حضراتكم شايفين هي، وافرد في العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل دي. اخدها كده من النص لبره، اخد ايدي كده زي ما حضراتكم شايفين من النص لبره وبالشكل دي، وما اضغطش على العجينه بتاعتي قوي، يعني كده خفيف خفيف عشان ما تلزقش معايا في النشابه وتلزق معايا العجينه كده في بعضيها. وطول ما العجينه بتاعتك مرتاحه يا ست الكل يبقى اللي هتفرد معاك الفطيره بكل سهوله ومش هتلم معاك، زي مش حضراتكم شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله العجينه هاي، وعجينتها كويسه كده وحلوه. طول ما العجينه عجنها كويس وسيباها مرتاحه
يبقى ما تقلقيش من الفرد. افضل انشف في الفطيرة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، واخدها من كل جانب اهو زي ما حضراتكم شايفين، وافرد فيها شوي وانفضها طبعا من كل جانب كده شوي. في نفس الوقت انا ياما بنفضها بتتفرد معايا وبتطلع الدقيق الزايد اللي هو فيه. لازم الفطير بتاعك الرقاق يكون خفيف خالص ورهيف كده عشان يبقى معاكي حلو في اكله ويبقى معاكي طعم كده. زي ما حضراتكم شايفين الرقاقة نشبت معايا هاي الفطيرة وبقيت معايا حلوة خالص هاي وخفيفة خالص. وانا عاملاها في الرقاقة صغيرة ست الكل، الفطيرة عاملاها صغيرة عشان الفرن بتاعتي برضو صغيرة اللي انا هحط فيها الفطير بتاعي. وهسيب لكم الرابط لو عايزة تنزلي طبعا بسرعة، انا عاملة لكم فيديو قبل كده في القناة اللي هو عمل الرقاقتين في وقت واحد، ازاي تنشبي فطرتين يعني مع بعض كده في وقت واحد وتنزي في الوقت بسرعة. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وزي ما حضراتكم شايفين حاطين الفطيرة في الفرن هاي، اول ما تعمل فقاعات معايا كده بالشكل دي هي تعتبر كده استوت هاي، وطلعها وهي طرية عشان قبل ما تنشف معايا، وانفضها واطبقها واحطها كده في العلاقة السعيدة لحد ما يهدى معايا الفطير والرقاق ويبرد كده معايا، ابقى احطه في كيس عشان ما ينشفش معايا. ده الفطير الطري. جبت حتة عجينة تانية ست الكل زي ما حضراتكم شايفين، وهنشبها برضو بنفس الطريقة اللي احنا نشبنا بيها الفطيرة الاولى. ممكن تاكليه بالمرق الصعيدي بالمرق اللحمه كده، في اللي بيعملها بال يكون المرق بني، في اللي بيعملها بالطماطم، انا بحب اعمل المرق بتاعها بالطماطم واسقي بيه الفطير بيبقى جميل صراحه. ما جربتهاش بالمرق البني بس هجرب ان شاء الله باذن الله. وافضل افرد في الفطيره زي ما حضراتكم شايفين. وبالنسبه للفيديو اللي هتلقوه في صندوق الوصف يعني هيسهل عليكي كتير. انا بدل ما بنشي بديني فطيرة واحدة هنشب فطيرتين كده فوق بعضيهم في وقت واحد، وطريقة سهلة خالص وهتقتصد معايا في الوقت وهتقتصد برضك معايا في المجهود. زي ما حضراتكم شايفين بجيب الفطيرة بتاعتي من النص لبره بالشكل ده، بضغط ضغطات خفيفة وبفردها من كل جانب ومن كل ناحية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي اهو. بنفضها في نفس الوقت بطلع الدقيق زي ما حضراتكم شايفين زايد، في نفس الوقت كل نفضة بتفردها لي شوية عن الاول، والفها كده من قدام على النشابة زي ما حضراتكم شايفين وافردها في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين فطير خفيف جدا وزي الفل اهو طالع معاي اهو زي ما حضراتكم شايفين في اللي حطيته في العلاقة الصعيدة اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهغطيه وهو بعد ما سبته برد وعملت كمية الفطير بتاعتي وحطيتها كده في كيس، وهجيب الطبق اللي انا هفت فيه الفطير بتاعي او في الزبدية او في طاجن او اي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين الفطير خفيف جدا ومنفوض لا فيه دقيق ولا حاجه، احنا طبعا نفضين الفطير من قبل ما نحطه في الفرن، ولو في كان فيه دقيق فدقيق خفيف خالص هتنفضيه اول ما تطلع الفطيره من الفرن. وهفته في الطبق بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها بالشكل دي، صراحه بيبقى اكله جميله جدا وبتدفي سواء كانت للعشاء او للافطار. وزي ما حضراتكم شايفين
هجيب دلوقتي الحليب بتاعي، الحليب يكون مغلي ومحليه بالسكر، ولازم من معلقة السمنة البلدي على الحليب زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، واقلبها كده في الحليب السيح وارشها على الفطير. وادي كده احلى طبق فطير ممكن تاكليه كده بالحليب زي ما حضراتكم شايفين.